في هذه الفقرة أسعد باستضافة فضيلة الأستاذ عبد اللطيف زوزو الحاضر معنا هنا في الاستوديو. أهلا به الأستاذ. أهلا أستاذ، صباح الخير. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي حسام الدين، وكذلك جميع المشاهدين من كل مكان وفي كل مكان. نحييكم جميعا ونقول لكم إن شاء الله جمعة طيبة مباركة، صبحكم الله بالخير والرضا، وإن شاء الله يوم مبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. أستاذ عبد اللطيف، طبعا نحن اليوم نقف على إحدى محطات النضال الجزائري المكتوبة بأحرف من ذهب وبقيت راسخة في عقولنا وفي قلوبنا، وحق علينا أن نقف عليها اليوم، نستذكرها ونأتيها من الجانب الديني ومن الجانب الشرعي. 17 أكتوبر هو إحدى المحطات التي أظهرت وبينت للعالم وفي التاريخ أن الشعب الجزائري شعب مكافح مناضل. هي محطة تاريخية أردنا أن نأتيها وأن ندرسها من الجانب الشرعي، فكيف نأتي وكيف نقدمها للمشاهد الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن هذا اليوم المبارك، يوم 17 أكتوبر الذي سمي في وطننا الحبيب بيوم الهجرة، قبل أن نتحدث عنه دعنا أخي حسام الدين نتحدث عن ديننا الحنيف الذي يدعونا إلى استقراء الواقع التاريخي. نعم. لأن هذه الحادثة، حادثة 17 أكتوبر، إنما هي واقعة من الوقائع التاريخية. لذلك أن أي إنسان أو أي مجتمع أو أي أمة لن تستطيع يعني أن تفقه واقعها وأن تستنهض هممها وأن تبني مستقبلها إذا لم تستقرئ الواقع. لذلك نجد أن ديننا الحنيف يدعونا إلى استقراء الوقائع التاريخية حتى نفهم واقعنا ونستخلص الدروس والعبر ونقف عند دلالات هذه الوقائع. ومن ذلك دليل هذا نجده في القرآن الكريم. إذا قرأنا القرآن الكريم وتصفحنا آياته وصوره نجد أن ما أطلق عليه العلماء القصص القرآني الذي هو يعبر عن محور التاريخ، لأن القرآن الكريم في عدة محاور تمس حياة الناس، حياة المجتمع، حياة الأمم كذا. فنجد أكبر هذه المحاور أو من المحاور الكبرى في القرآن الكريم المحور التاريخي، محاور التاريخ. لذلك نجد نبينا عليه الصلاة والسلام يخطبه ربنا سبحانه وتعالى، والحديث أو الخطاب موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك نحن أمته. يقول الله سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. يقول أهل العلم في القصص أن فيه ذكرى وفيه عبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، أي تستخلص منها الدروس وتستخلص منها العبر. أولا دروس من أجل إصلاح الواقع ومن أجل السير إلى الأمام، لأن أي أمة لا ماضي لها فلا مستقبل لها. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. يقول أهل التفسير: الأيام هنا، الأيام هي كلها أيام الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك من الأيام ما يقع فيه حادث أو تقع فيه حوادث. هذه إما كانت هذه الحوادث مأساوية، أو كانت هذه الحوادث يعني إيجابية فيها نفع. هذه الأيام تذكر حتى تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إن كان فيها خير، وإن كان فيها نعمة، وإن نالت فيها الأمة يعني شيئا عظيما. وتذكر أيضا بحمد الله سبحانه وتعالى إن كان فيها أيضا شيء أضر بالأمة أو أضر، وفي كل الخير كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا اليوم، اليوم 17 أكتوبر 61، هو يوم خالد في تاريخ أمتنا الجزائرية، وهو يوم وجب أن يذكر ووجب أن نقف عنده استخلاصا للدروس واستخلاصا للعبر، وأن نعي أو نفقه دلالات هذا اليوم أو هذه الحادثة التي وقعت آنذاك. نحن نعلم تاريخيا أن 17
من أكتوبر 61 هو يوم خرج فيه شعبنا الجزائري في عقر دار المستدمر في 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 يعني في فرنسا أكرمكم الله. خرج الشعب الجزائري مساندا لثورته التي كانت تقودها حينذاك جبهة التحرير الوطني التي كانت قائدة الجهاد والمقاومة للمستدمر. خرج رافضا لحظر التجوال الذي فرضته السلطات الفرنسية آنذاك على الشعب الجزائري، وأيضا تضامنا مع ثورته المباركة. نعم نعم. هذا اليوم لم يمر بسلام، ولم يمر يعني مرور الكرام، ولكن كما هي عادة المستدمر في كل احواله، وهي عادة يعني عند كل جميع يعني دون استثناء، ان وجهت وقوبلت هذه المظاهرات بوحشية وبقمع شديد وبقتل وتقتيل واعتقالات، ومنهم الرمية في نهر السين، حتى قال المؤرخون ان نهر السين هذا تغير بعض مائه وطفت الجثث على سطحه، هناك من هجر، هناك يعني هذا. وبالتالي هذا الأمر يعني هي حادثة تاريخية وواقع نحن علينا أن نستذكر هذا اليوم. يعجبني الشيخ شاعر الثورة مفدي زكريا في قوله: إن من يهمل الدروس وينسى ضربات الزمان لن يستفيد. اليوم شبابنا وجيل الاستقلال لابد أن يقرأ التاريخ، ولابد أن يستلهم الدروس والعبر. نعم. وليس في ذلك بدعة كما يقول بعض المتفيهقين هنا وهناك، أنه لا يوجد هذا ذكر الأيام وذكر المناسبات وذكر، لا، هي من صميم ديننا، وربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى ذكرها. أولم المولى تبارك وتعالى أولم يعني يخاطب الصحابة في في واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى يوم نصره لهم ويوم أن مكن لهم الله سبحانه وتعالى. لذلك أن ديننا يدعونا إلى استقراء الوقائع التاريخية والوقوف عندها من أجل استخلاص دروسها وعبرها. لو نتحدث عن يعني مثل ما قلتم فضيلة الإمام، استقراء الوقائع التاريخية من بين قيم الإسلام التي جاء بها ديننا، كيف نستقرئ هذه المظاهرات وكيف نستخلص منها الدروس والعبر؟ نعم. الدروس التي ممكن أن نستقيها أو أن نقف عندها، أو الدلالات التي نقف عندها من مظاهرات 17 من أكتوبر في عقر دار العدو. نعم. أول هذه الدروس، أولا تسمية هذا اليوم بيوم الهجرة، هو في الحقيقة ليس هكذا اعتباطا، وإنما هو هناك نوع من الاتصال والتواصل وتيمنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. الصحابة الأولون ضحوا بكل شيء، ضحوا بأملاكهم، خاطروا بأنفسهم، وخرجوا فرارا بدينهم من يعني من مكة إلى المدينة المنورة. هذه التضحية وهذه الهجرة، اليوم سمي هذا اليوم الوطني تيمنا بهذه الهجرة المباركة، لأننا لا ننسى أن ثورتنا المباركة لها امتداد ديني ولها امتداد إسلامي. صحيح. أو لم تكن كلمة الجهاد الله أكبر وكانت كلمات السر عقبة وخالد. هذا كله ارتباط، أن ثورتنا المباركة لها أصول دينية متجدرة، لها ارتباط ديني ولها ارتباط إسلامي. وبالتالي هذه الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة حين تركوا أهلهم وذرريهم وأموالهم وهجروا فرارا بدينهم، سمي هذا اليوم بيوم الهجرة، لأن سلفنا من الجزائريين وأباؤنا وأجدادنا الذين هاجروا إلى فرنسا يعني ليس حبا في بلاد العدو، وليس فرارا من، وإنما كان لغاية واحدة. هذه الغايات أنه لما جاء نداء ثورة التحرير المباركة وجاء نداء أمر جبهة التحرير من أجل القيام بهذه المظاهرات، كانت الاستجابة، وكانت يعني أدى المهاجرون هناك دورهم يعني في إظهار للرأي العام وزيادة إسماع ثورة التحرير للرأي العام العالمي. نعم. هذه أول الدروس، أن اليوم الوطني للهجرة إنما هو تيمنا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، نرى التنظيم، دروس التي من دروس يوم الهجرة هذا
التنظيم يعني في كل الأمور. حين دعت أو كان الأمر من القيادة ومن جهة من جبهة التحرير الوطني للمهاجرين في فرنسا، لبوا النداء، يعني كانت تلبية للنداء وكانت استجابة يعني لهذه الدعوة، وكانت في إطار منظم محكم. نعم. واليوم التنظيم ديننا، لو ننظر يعني في ديننا أمورنا قائمة كلها على التنظيم. صحيح. وبدءا بالصلوات، نرى أن الصلوات لها وقت معلوم، لها وقت محدد، أيضا كل صلاة لها عدد من الركعات معين لتؤدى يعني بطريقة معينة، لها كما يقول كما نقول يعني في الحديث العام، لها ركعات عامرة وركعات فارغة وهكذا. أيضا شهر رمضان شهر رمضان له يوم محدود، أيام معدودات، غير ذلك إمساك في وقت معين، كل الأمة تقوم على ذلك. لذلك هذا جانب أيضا نستخلصه، أن التنظيم المحكم والاستجابة للأوامر طاعة الله والرسول وأولي الأمر لها أثرها الإيجابي، وتؤدي يعني ذاك الأمر إذا كان بتنظيم محكم يؤدي المطلوب منه ويحقق الغاية. وربما في تاريخنا المعاصر هذه الأيام، يعني يوم العبور الذي كان يوم 7 أكتوبر في فلسطين في أرض الجهاد المباركة، يعني رأينا أولئك الثلة من المجاهدين الذين اقتحموا ومرغوا أنف يعني أعتى، وربما العبارة يعني مخابرات عالمية، أحدث مخابرات العالمية كيف اخترقوها وكيف كان يوم العبور في 7 أكتوبر 2023. هذه النتيجة من أي؟ من التنظيم، من التنظيم المحكم والاستجابة للأوامر، وهذا ما يدعون إليه ربنا سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه ثانيا. ثالثا نستخلص يعني من دروس يوم الهجرة ودلالة يوم الهجرة، أن الوطن غالي، ومهما تغرب الإنسان عن وطنه يبقى حبه لوطنه في قلبه. ورأينا يعني كيف أن هؤلاء المهاجرون الجزائريون الذين كانوا في دار العدو أو في عقر دار فرنسا لم يقولوا نحن بمنأى عن ثورة التحرير أو نحن بمنأى عن وطننا، نعيش في هناء، نعيش ربما في رخاء، نوع من الرخاء أو رغد العيش، فما لنا ولثورة التحرير، وما لنا ولنداء ثورة التحرير. ولكن الواجب الديني والواجب الوطني وحبهم لوطنهم تركهم يعني أو تركهم يستجيبون لهذا النداء. نعم. وخرجوا في مظاهرات عارمة، وهنا حب الوطن كما يقال حب الوطن من الإيمان. نعم. وقد يزايد علينا البعض أن حب الوطن قضية عقيدة وما إلى ذلك، نجد أن حب الوطن علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أخرج من مكة التي هي موطنه والتي هي وطنه والتي هي مسقط رأسه والتي كانت فيها ريعان شبابه، حين كان خارج منها ماذا قال؟ قال: والله إنك ما أطيبك والله إنك لأطيب بلاد الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أو قومي أخرجوني ما خرجت، وفي رواية ما سكنت غيرك عند الترمذي. نعم. وهكذا يعني هذا درس عملي، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة كان يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة التي هي موطنه. ولما اشتد به الحنين يوم كان قادما إلى مكة واشتد به الحنين، أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم. وهذا يعني دليل يعني على حب الوطن، وقد تمثله شعبنا الجزائري المهاجرون الذين كانوا في فرنسا، تمثلوا هذا الموقف في حبهم لوطنهم وتضامنهم مع وطنهم وحمل هم هذا الوطن. الدرس الرابع من أو الدلالة الرابعة من يوم الهجرة وحشية المستدمر. المستدمر مهما كان في أي مكان وفي أي حال يعني له وجه قبيح جدا، ورأينا يعني كيف قوبلت هذه المظاهرات السلمية يعني بوحشية بغيضة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأيضا أن فرنسا
تمثل العمق الحقد الصليبي على الإسلام وأهله، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. لذلك الشهيد العربي تبسي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان حين تحدث ويوصينا نحن شعب الجزائر وأمة الجزائر، يقول لنا: من عاش فليعش بعداوة فرنسا، ومن مات فليحمل معه هذه العداوة إلى قبره. وفعلا لأن فرنسا حين سئل الإمام الشافعي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان كيف نعرف الحق زمن الفتن، أو كيف نعرف أهل الحق زمن الفتن، قال: اتبع سهام العدو أو اتبع سهام الشيطان فهي تدلك. لذلك كل ما رضيت عنه فرنسا أو كل ما رضي عنه العدو فذلك هو الشر والباطل بعينه، وكل من لم ترضى عنه أو لم يرضى عنه العدو ولم ترضى عنه فرنسا فذلك هو الحق الذي وجب اتباعه والتمسك به. هذه يعني ربما يعني بعض الدروس وبعض المستخلصات من يوم الهجرة من الناحية الشرعية ومن ناحية ديننا، لأنه الدين أو التاريخ ليس دائما أو ليس بمنأى عن الجانب الديني أو الجانب العقدي في شريعتنا السمحة. يعني حب الوطن كما ذكرتم، حب الوطن من الإيمان، وما قام به المجاهدون وشهدائنا من أسلافنا يعني رحمهم الله هو درس لنا. نعم. حتى نتبعهم في حب الوطن والتضحية. نعم. من أجله بالنفس والنفيس. نعم. فما هي الدروس التي نستسقيها من هذه هذه الحادثة؟ يوم الهجرة، من مظاهرات 17 من أكتوبر. نحن الآن الذين نعيش في هذا الوطن الغالي، في هذا الجو السلمي الذي علينا أن نحافظ عليه. الآن بعد الحديث عن هذه عن بعض هذه الدروس، لان هذه ليست كل الدروس وليست كل الدلالات، ولكن هذه اهم هذه الدروس وهذه الدلالات. اليوم نحن واجبنا نحو هذا الوطن، واجبنا نحو هذه الامه الجزائريه، نحو هذه الارض، هذا الوطن المفدى، هذا الوطن الذي ضحى الاولون من اجله بالغالي والنفيس. ما احوجنا ان نقتدي باسلافنا. نعم. في تمسكهم بعقيدتهم العقيدة الصحيحة، لأن لولا تلك العقيدة وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وإيمانهم الجازم بقضيتهم وبعدالتها ما كان هناك جهاد، وما كان هناك ثورة، وما كان هناك استقلال. صح. وبالتالي هذه أول شيء، أن نتمسك بعقيدتنا، أيضا أن نسير على مسار عليه آباؤنا من التضحية من أجل هذا الوطن. أباؤنا وأجدادنا ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: تضحياتنا للوطن خير من الحياة. وبالتالي هذا الوطن هو أمانة، الذي يدافع عن وطنه ويدافع عن عرضه ويدافع عن دمه ويدافع عن شرفه. وبالتالي هذا الوطن هو أمانة، أمانة الشهداء. اليوم مهما كانت الظروف ومهما كان، نحن نعيش في رخاء، نحن نعيش في أمن واستقرار، لابد أن نحافظ على هذه اللحمة ووحدة، لأنه لا عز ولا شرف لنا يعني بعد عز الإسلام وبعد عز دين الله سبحانه وتعالى إلا هذا الوطن. لأنه كما يقال المثل الذي يقال مثل عامي دارج، يقولون: وطني وطني ولا رقادي في القطني. يعني مهما عش يعني في رغد ومهما عش في رخاء خارج وطنك، فيبقى الوطن هو الوطن، ويبقى هو الأم الحنون التي تجمعنا جميعا وتحملنا جميعا. وبالتالي دعوة لجميع شبابنا أن نحافظ على هذا الوطن. ودائما نقول هذه الأحداث التي تجري الآن في أرض غزة العزة، في أرض الرباط، هذه الأحداث نقول لهم: من ربما في بعض الأحيان تأتي الإنسان بالأخص شبابنا الذين لم يعيشوا أو ربما لم يقرأوا التاريخ أو لم يستقرئوا تاريخ أمتنا الجزائرية، اليوم ما يجري في أرض الرباط هو درس تاريخي على المباشر. التضحيات التي نراها تقدم اليوم في غزة وتقدم على أرض الرباط قدمها أباؤنا وأسلافنا. لذلك الشاعر مفدي زكريا كان يقول: فيا ليت فلسطين تقف خطانا وبالقدس تهتم لا بالكراسي تميل بها يمين وشمالا. والذي هو في دعوة للجهاد، دعوة إلى أن في أرض فلسطين وفي أرض القدس الشريف. لذلك ننظر إلى التضحيات. أباؤنا عرضت عليهم كثير من المغريات مثل سلم الشجعان، عرضت عليهم كثير يعني من المكاسب،
ولكن حبهم لوطنهم وتضحياتهم من أجل هذا الوطن ومن أجل أن ترفرف عليه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن ننعم بالأمن والاستقرار جعلهم يرفضون كل تلك الإغراءات وكل تلك المكاسب التي عرضت عليهم من أجل هذا الوطن. فالوطن غال والوطن هو سفينتنا جميعا، علينا أن نحافظ عليها وأن نكون لحمة واحدة وأن نكون عونا يعني لولي أمرنا أن نكون له عونا بالدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى والأمر أن يعينه لصالح البلاد والعباد وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة وأن يعين إن شاء الله كل من يسعى لخدمة البلاد والعباد. أمين أمين. نعم. يا رب العالمين. إذن فضيلة الإمام، ربما نحن في آخر الدقائق من هذه الفقرة الدين المعاملة، كنا تحدثنا على الاستقراء الوقائع الداخلية أو الوقائع التاريخية ليوم الهجرة 17 من أكتوبر من الناحية الدينية والشرعية. نعم. وتحدثتم فضيلتكم عن الدروس والعبر التي نستنبطها. نعم. وما يجب أن نستخلصه نحن كمواطنين الآن، ربما كلمة أخيرة في أقل من دقيقة توجهها للمشاهد الكريم في ختام هذه الفقرة. هي إن كانت من كلمة، لا عزة لنا ولا شرف بعد دين الله سبحانه وتعالى إلا وطننا. نعم. لنحافظ على وطننا، نبني وطننا، نكون يدا واحدة ونكون لحمة واحدة من أجل جزائرنا الحبيبة لتحيا آمنة مستقرة. هذه الأرض التي سقيت بدماء الشهداء هي أرض طاهرة لنحافظ عليها مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. اللهم دم علينا الصحة والعافية والأمن في بلادنا يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ عبد اللطيف زوزو، شكرا جزيلا على تربية الدعوة والحضور معنا والإجابة على الأسئلة والموعظة التي قدمتها لنا اليوم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الدين المعاملة، لكن برنامج صباح خير يا جزائر مازال متواصل معكم بفقراته وأركانه وبرفقة ضيوفه طبعا، وإلى غاية ما مساء العاشرة صباحا طبعا، حتى نلتقي مع ضيفتنا اللي راح تجي بعد هذا الفاصل وهذه الوصلة الأنشودة نستمع إليكم ولنا عودة بعد ذلك.